أستاذ زياد، تحدث أيضا من أن النهضة كان له دور في تعزيز هذا الصراع الأيديولوجي، لك التعليق. نعم، أنا مستغرب هذا الحديث من الأستاذ رياض، هو كان يوم من أيام ابن هذا الحزب. نعم. وبعد ذلك أسس حزب بناء الوطن الموفق إن شاء الله، ولكن لا، حركة النهضة كانت بعيدة كل البعد على مثل إثارة القضايا ذات الطابع الإيديولوجي. دلائل على ذلك كثيرة. تفضل. أولها أنه مثلا على المستوى الحكومي، حركة النهضة لم تتقلد إلى اليوم وزارة ذات طابع مضموني، مثلا وزارة التربية، وزارة الثقافة، وهذا كان خيارا أصيلا داخل حركة النهضة. الهدف منه هو أن تبتعد عن أن توظف مثل هذه المؤسسات لصالح رؤيتها أو تصورها، وذلك ما تؤمن به حركة النهضة هو أنه هذه المرحلة هي مرحلة إجماع وطني، هي مرحلة وحدة وطنية، ولذلك كان موقفنا واضح أنه كل قضية ذات طابع إيديولوجي يجب أن ثم أنه يعني ماذا يعني أن تثار مثل هذه القضايا، والحال أنه هناك في دستور وفي مرجعية عليا في هذا البلاد اللي هو دستور الثورة، دستور جان في 2014. هذا الدستور حدد هوية هذا الشعب، حدد هوية هذه الدولة، وإحنا اعتبرنا أنه باستمرار أنه المرجعية التي نعود لها كتونسيين جميعا هي هذا الدستور، ولذلك كل ما هو خارج هذا الدستور هو بالضرورة يبحث عن إثارة الرأي العام. الحقيقة حركة النهضة كانت دائما بعيدة عن إثارة مثل هذه القضايا، بل بالعكس الأطراف الأخرى وخاصة من اليسارية الراديكالية هي التي كانت تحرص كل مرة إلى استخراج هذا السلاح من أجل في محاولة لإحراج حركة النهضة أو وضعها في الزاوية أو لإثبات أنه حركة النهضة هي حركة رجعية، مش عارف كل هذه المدونة التي تعودناها والتي سئمها الشعب العربي في كل الأقطار وفي تونس بالذات. يعني عجز بعض الأطراف عن تقديم رؤية لقيادة البلاد تعوضه بإثارة مثل هذه القضايا لإحراج حركة النهضة التي ظلت متماسكة وقوية ويعني تحافظ على رصانتها وحكمتها حتى لا تنقاد إلى مثل هذا المستنقع الذي لا يخدم التونسيين. كنا نقول ونكرر باستمرار أنه ما يحتاجه التونسيين هو أن نقدم لهم خدمات تخرجهم من وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الصعب إلى وضع أفضل يتمناه كل تونسي اليوم. لا لا